يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول امرأة أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف والسعي أخرت القصة حتى ترجع إلى جدة، وبعد وصولها جامعها زوجها وهي ناسية، ثم تذكرت أنها ما زالت محرمة فقامت بقص شعرها مباشرة، فماذا يلزمها؟ نعم، قصت شعرها، يجوز قص الشعر في مكة وفي جدة وفي أي مكان، عليها فدية عن الجماع الذي حصل منها قبل التحلل من العمر، عليها أن تذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.